بقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا برحب طبعا بيكم كلكم النهارده معانا، واحنا النهارده بنحتفل بدخول اتوبيسات جديده للخدمه في هيئه نقل العام في القاهره اللي هي بتخدم القاهره الكبرى ككل. النهارده بنحتفل باستلام 30 اتوبيس جديد سكانيا سويديه مجمعه في مصر عن طريق الشركه الهندسيه، ودي شركه مصريه. العقد اللي احنا بننفذ جزء منه النهارده عباره عن عقد ب 150 عربيه. احنا استلمنا منهم 50 في مرتين سابقتين، النهارده بنستلم 30 عربيه اضافيه، وبالتالي يصل حجم ما تم تنفيذه من العقد ده 80 سياره من اصل 150 سياره. الباقي ان شاء الله يمكن خلال يعني الثلاث اربع اسابيع القادمه هننتهي من تنفيذ هذا العقد بالكامل. الثلاث عربيات دول عربيات خدمه شاقه زي ما انتم عارفين، ودي هتشتغل على ثلاث خطوط، واحد منها من زهراء مدينه نصر الى امبابه، ده خط منهم، والثاني شغال من القلعه الى امبابه ايضا عشان يخدم باب الخلق والفلكي والتحرير والدقي وصولا امبابه، والخط الثالث من مدينه السلام الى شبرا الخيمه بيخدم مدينه الحرفيين وبيخدم جسر السويس والمطريه والسواح وطلعت الاسماعيليه والمظلات. احنا طبعا في مجهودات كبيره جدا بتتم لتطوير امكانيات هيئه النقل العام وزياده الاسطول. احنا وعدنا ان احنا هنزيد حجم اسطول هيئه النقل العام ب 1350 اتوبيس ان شاء الله قبل شهر مايو القادم، ده هيحدث. احنا من ال 1350 اللي احنا وعدنا بيهم الان احنا انتهينا من توريد 280 اتوبيس من دول، ويبقى لنا المتبقي ان شاء الله هيصل في على دفعات خلال الاربع خمس شهور القادمه ان شاء الله باذن الله. احنا بنحسب ان ده هيكون اضافه جيده لخدمه النقل العام في القاهره اللي هي بتعاني من الازدحام ومن المشاكل المرور. النقل العام هو الحل الوحيد لمواجهه مشاكل المرور في القاهره. لا، هو العقد ده اللي هو العقد اللي هو ال 150 اوتوبيس دول قيمته اعتقد 148 مليون. هذا العقد، العقد اللي فات كان قيمته 237 مليون. فاحنا والفلوس يعني هذا العقد تحديدا تمويله تم من الموازنه العامه للدوله، والعقد السابق ايضا كان موازنه العامه للدوله. لكن احنا في عندنا هنستلم قريبا ان شاء الله دفعات من اتوبيسات قدمت عن طريق منحه من دوله الامارات الشقيقه، وديا هنبدا في استلامها تباعا اعتبارا من اول ديسمبر القادم ان شاء الله. انا بطمن المواطنين انه يعني خدمتهم وحل مشاكل المرور في القاهره وجعل الحياه اسهل بالنسبه لهم هو هدفنا وهدف الحكومه وهدف سياده الرئيس، ونحن ان شاء الله مستمرين في زياده طاقه النقل العام زي ما قلت في الاسابيع القليله القادمه. كل اسبوع هيشهد جديد ان شاء الله باذن الله في هذا الخصوص. يعني